مزيد من المتابعة بينضم إلي زميلي أشرف مبارك من مقر انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ. تحياتي أشرف، ونهاية اليوم الثاني هل لك أن تطلعنا على أهم ما لاحظته وتابعته خلال هذا اليوم؟ تفضل. بالفعل برحب بكم من مركز شرم الشيخ للمؤتمرات. يمكن بنتكلم على هذا المشروع الهام، يعني مشروع الهيدروجين الاخضر الذي يمكن تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك مبادره هامه وايضا مشروع تم الاعلان عن تدشينه بطاقه 100 جيجا واط. يمكن هذا المشروع سوف يكون المستقبل للدوله المصريه، وسوف يحول مصر الى مركز اقليمي للهيدروجين الاخضر. ايضا هناك بعض المبادرات الاخرى الخاصه بالمشروعات الوطنيه، ومعي على الهواء مباشره الدكتور طارق المحمدي الحائز على افضل جائزه مشروع في مواد البناء ضمن المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء. دكتور طارق، كلمنا عن اهميه عرض المشروعات الخضراء ضمن المبادره الوطنيه اللي يمكن اعلن عنها رئيس الوزراء وتم الاعلان عن الجوائز الخاصه بها ومشاركتكم في كوب 27. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح طبعا من اثناء الجلسات مطالبه رؤساء الدول المبعوثيها بتنفيذ التعهدات والاستثمار في التحول الاخضر، وده مصر كانت مستعده له قبل كده بمبادرات كتير، منها المبادره مبادره المشروعات الخضراء الذكيه اللي كانت على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات، وتقدم لها حوالي 6000 او اكثر من 6000 مشروع، وكان في محافظه الغربيه منهم حوالي 1277 مشروع تم تصفيتهم لست مشاريع، مشروع في كل فئه. وكان من ضمن المشاريع دي المشروع بتاعنا اللي تقدمنا بيه اسمه مواد البناء الخضراء والمستدامة. ده كان مشروع قام بيه فريق من العمل، كنت أنا والأستاذ دكتور متولي عبعاطي والأستاذ دكتور محمد صقر. وملخص المشروع ده إن احنا فيه بنقلل الانبعاثات الكربونية في مراحل تصنيع الأسمنت، بنقلل استخدام الأسمنت في الخرسانة، بنطلع مواد خضراء بدون استخدام أسمنت، وكمان بنستخدم فيها او بنعمل اعادة تدوير لمخلفات الهدم والكسر البناء، بنستخدمه في تصنيع وحدات بنائية زي انترلوك الارضيات والطوب المفرغ وبلوكات الطوب المفرغ والمصمت والبردورات. طب اهمية عرض المشروعات دي يا فندم في مؤتمر كوب زي كوب 27، وحضرتك شايف ان احنا الدولة المصرية بتقدم النماذج الفريدة والنماذج الناجحة في مواجهة التغيرات المناخية؟ طبعا، ما هي المشاريع دي كلها مشاريع بتخدم البيئة. زي ما بقول لحضرتك، ال 162 مشروع اللي تم عرضهم على سيادة رئيس الوزراء برعاية رئيس الجمهورية كلها مشاريع خضراء وذكيه لخدمه البيئه. منها المشروع اللي بتحدث مع حضرتك عنه اللي هي عباره عن مواد بناء خضراء بنستخدم فيها نعمل ريسايكل اعاده تدوير لكسر وهدم المباني اللي هي سبب لتلوث البيئه والتلوث واعاقه في الطرق، وبتقلل فيها استخدام الاسمنت. بنستخدم ماده جديده لاحمه اسمها جيوبوليمر، دي ماده خضراء ايكو فريندلي، بتقلل استخدام الاسمنت في المواد الخرسانه، وبتطلع من هنا ماده مواد بناء خضراء صديقه للبيئه، بتقلل الانبعاثات الكربونيه وبتقلل التاثيرات السلبيه لتغيرات المناخ. حاج جدا الدكتور طارق المحمدي الحائز على جائزه افضل مشروع اخضر وفي الطاقه المستدامه وايضا في المشروعات الخضراء. ايضا في مشروع اخر وهو يمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي او مبادره اخرى، وهي مبادره الشرق الاوسط او الشرق البحر المتوسط. هذه المبادره للحد من التغيرات المناخيه، وسوف تكون هذه المنطقه بالكامل يتم العمل عليها مع معظم الدول للحد من التغيرات المناخيه في هذه المنطقه، خاصه انها كانت بتتعرض لبعض حراك الغابات والفيضانات في الفترة الأخيرة. أشرف مبارك على التواجد معنا.